أهلا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن أبعاد زيارة الحكومة إلى شبوة وماذا يمكن أن تقدمه بعد المعركة التي انتهت لصالح القوات الحكومية في المحافظة. عقد رئيس الحكومة معين عبد الملك أول اجتماع له مع السلطة المحلية في محافظة شبوة، وبحسب مصادر في السلطة المحلية فإن الاجتماع ناقش التطورات الأخيرة التي تشهدها المحافظة بعد تحرير الجيش مناطق واسعة. مصادر ميدانية أكدت سيطرة قوات الجيش الوطني على مناطق جديدة في محافظة شبوة، فيما قال محافظ شبوة محمد صالح بن عداوي في تصريحات صحفية إن كل شيء قد انتهى في المحافظة، في إشارة إلى تمكن السلطة المحلية من إخماد التمرد الذي قامت به قوات النخبة التابعة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا. في هذه الحلقة من برنامج زوايا الحدث نقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: ماذا يمكن أن تقدمه حكومة معين عبد الملك بعد زيارتها محافظة شبوة، وهل تتمكن القوات الحكومية من الحفاظ على التقدم في المحافظة التي شهدت معارك عنيفة مع القوات المدعومة إماراتيا؟ نتابع التقرير التالي ومن ثم نعود لبدء النقاش. أسئلة هامة وكبيرة تفرض نفسها حول ما يجب على الشرعية القيام به بعد الانتصار الذي حققه الجيش في محافظة شبوة والبدء بعملية تقليم أظافر الانتقالي المدعوم من الإمارات. تحتوي محافظة شبوة على عدد من الموانئ الهامة والاستراتيجية، أبرزها ميناء بلحاف الذي يتم تصدير الغاز المسال منه، وميناء علي أحد أهم موانئ تصدير النفط. وبالسيطرة على شبوة سيكون بمقدور الشرعية استئناف تصدير الغاز والنفط منها. كشفت معارك شبوة هشاشة القوات التابعة للانتقالي وعدم قدرتها على خوض مواجهات مع قوات الجيش بدون غطاء من الطيران الإماراتي وخط إمداد مفتوح منها. مسارعة رئيس الحكومة لزيارة محافظة شبوة عقب إخماد التمرد من شأنه إرسال رسائل إيجابية للسلطة المحلية وللقوات العسكرية وقبل ذلك للإمارات ومن تمولهم في المحافظات الجنوبية، غير أن تلك الزيارة بحسب مراقبين يجب أن تكون تدشيناً لمرحلة جديدة من التحضير لإنهاء التمرد في عدن واستمرار النبرة المرتفعة شعبياً ورسمياً في وجه محاولات تفتيت اليمن. استمرار الاندفاعة الحكومية كان وما زال محكوماً بالرغبة السعودية وسقف التحركات في مواجهة الإحراج الذي يسببه الحليف الإماراتي لها على الميدان وعزفه المنفرد على إيقاع الانفصال والقضاء على شرعية الرئيس هادي وحكومته. لن تتوقف الأعمال الإماراتية عن محاولة تنفيذ أجندتها، وإن وصلت مع الشرعية إلى مرحلة قطيعة فلن تنجح معها كافة جهود السعودية في لجم جماحها، وربما بات على الشرعية جديا أن تبرز ما تبقى في حوزتها من مخالب إن كانت حريصة على البقاء في المشهد قبل أن يتم طي صفحتها من قبل التحالف والمجتمع الدولي الذي يرغب في التعامل مع القوى الموجودة على الأرض وليس تلك التي تعجز عن حماية نفسها وإنقاذ مشروعيتها. إذن أبدأ النقاش مع ضيفي من محافظة شبوة محسن الحاج مستشار محافظة شبوة. سيد محسن مساء الخير. مساكم الله بالنور أنتم والمشاهدين الكرام. شكرا لك سيد محسن. اليوم الجيش سيطر على مواقع واسعة وأيضا سيطر على أهم ميناء في محافظة شبوة، ميناء بلحاف. المحافظ أيضا تحدث عن واقع إحكام السيطرة على المحافظة بشكل كلي وقال بالحرف إن كل شيء قد انتهى في المحافظة. كيف هو الواقع الميداني حاليا؟ أسعد مساء بالخير جميعا أنتم والمشاهدين. بالفعل كل شيء انتهى في شبوة حتى تصريحات الأخ المحافظ، وقد سيطر الجيش على كامل التراب في شبوة ويعني وانتهت المعارك وأصبح الجيش يسيطر على كل شبر في محافظة شبوة. نعم سيد محسن، بعد زيارة رئيس الحكومة أو في خلال زيارة رئيس الحكومة وبحكم مراقبتكم لهذه الزيارة، هل ستواصل الحكومة عملها من شبوة؟ وماذا لمستم من الزيارة حاليا إلى الوقت الحالي؟ وصل الأخ رئيس الوزراء مساء أمس عن قرب عن ما يجري في محافظة شبوة من سير المعارك وغيرها، وقد اجتمع اليوم بالمكتب التنفيذي هو والأخ المحافظ ووضعت خطة
لإصلاح الخدمات التي تم تدميرها خلال الاشتباكات التي حصلت في الأسبوع الماضي. والدولة هي المسؤولة وهي المطالبة بأن تقوم بمهامها فيما يخدم المواطن. الدولة ممثلة بالسلطة المحلية والحكومة بشكل عام يقع على عاتقها اليوم مسؤولية كبيرة تجاه محافظة شبوة وإعادة تطبيع الحياة فيها بعد أن يعني دمرت بعض الـ أو خربت، لم تدمر بشكل كامل، خربت بعض الخدمات من الكهرباء وغيرها. وهذه مسؤولية تقع على عاتق الحكومة، لا شك أنها ستقوم بها ولا بد أن تقوم بها أصلا. طيب هل تتوقع أن تبقى الحكومة في شبوة وتواصل عملها من شبوة؟ هذه بالنسبة لرئيس الوزراء، هو لديه خطة عمل ومتابعة في شبوة وفي غير شبوة، وهو لديه مهام كبيرة على مستوى البلاد ككل، لكنه وصل إلى شبوة للاطلاع عن قرب عن ما حصل في شبوة من اشتباكات ومعارك وتمرد على السلطة الشرعية، واطلع على كل شيء. وهناك من هناك سلطة محلية وجهات اختصاص أخرى ستقوم بما هو عليها في إطار المحافظة. أما رئيس الوزراء لا شك أنه لديه مهام كبيرة في على مستوى الوطن ككل. نعم، أتمنى أن تبقى معي. أضم إلينا في هذه الحلقة وكيل وزارة الشباب والرياضة شفيع العبد. سيد شفيع، مساء الخير. مساء النور عزيزتي. شكرا لك. سيد شفيع، ما هي أبعاد واقع المشهدين السياسي والميداني في شبوة بعد زيارة الحكومة؟ شبوة استطاعت أن تجعل السلطة الشرعية وتحديدا الحكومة أن تجد لها موطأ قدم تستطيع من خلاله أن تمارس مهامها وتعيد الاعتبار للدولة، الدولة بمضامينها الأساسية بوصفها مؤسسة ضامنة لحقوق وحريات الناس. اليوم لا أعتقد أن هناك منتصف. سيد شفيع، نعم، أعود إلى ضيفي من شبوة سيد محسن الحاج لو كنت تسمعني. الواضح نعم. اليوم نعم الواضح اليوم أن المجلس الانتقالي متجه نحو التصعيد، فبينما يعلن التزامه بوقف إطلاق النار يستدعي ما يقول أنهم مقاتلين جنوبيين في الجبهات الشمالية. أنتم كيف تتعاملون مع ذلك وكيف ستتعاملون إذا ما حدث هذا على أرض الواقع فعلا؟ نحن في محافظة شبوة نعتبر المعركة في محافظة شبوة انتهت، واليوم ندعو إلى الوئام والتسامح وصفحها وفتح صفحة جديدة، وندعو إلى إصلاح الضرر وجبر الضرر الذي حصل. وندعو كل إخواننا من أبناء محافظة شبوة سواء في النخبة أو في المكونات السياسية أن يلتزموا قانون الدولة وأن يعودوا إلى 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 أو أن يندمجوا مع إخوانهم في المحافظة. نعم، أرجو أن تبقى معي أيضا. نعم. اليوم تفضل. نعم. تفضل تفضل. اليوم هو يوم التسامح، هو يوم الصفح، هو يوم العفو، هو يوم إعادة اللحمة بين أبناء شبوة. ليس هناك مهزوم ومنتصر، إنما انتصرت الدولة وانتصر القانون. هذا هو الذي يهمنا، وإخواننا في النخبة أو في غيرها من المكونات هم إخواننا. لم كنا نتمنى أن تصل الأمور إلى ما وصلت إليه، لكنه ممارسة التضليل الذي مورس من خارج محافظتنا من محافظة شبوة، ونتمنى أن يجبر الضرر وأن تعود المياه إلى مجاريها وأن تعود اللحمة الشبوانية وتعود الناس إلى أعمالها ونبدأ صفحة جديدة بإذن الله.
نعم أرجو أن تبقى معي أيضا. ينضم إلينا ينضم إلينا وكيل وزارة الشباب والرياضة أيضا شفيع العبد. سيد شفيع لو تسمعني الآن. أسمعك جيدا. نعم كنت سألتك عن أبعاد واقع المشهدين السياسي والميداني في شبوة بعد زيارة الحكومة. المتابع للأمر منذ 2015 منذ تحرير المناطق في الجنوب سيكتشف ان او سيجد ان الحكومة اليمنية ظلت معاقة، لم تمكن من إدارة موارد الدولة، لم تمكن من السيطرة على الموانئ وعلى المطارات بشكل كامل. أي هذا كان نتاج مشروع الفوضى الذي تم على خلق إيجاد سلطة موازية للدولة في هذه المناطق. شبوة اليوم أعادت الاعتبار لمشروع الدولة واستطاعت أنها تدحر هذا المشروع الفوضوي، المشروع الذي يقوض الدولة بوصفها الضامن الحقيقي لحقوق وحريات الناس. الأبعاد الكبيرة جدا في مقدمتها البعد السياسي الذي ينطلق من أو الدلالة التي أعطتها شبوة اليوم أن لابد من العودة إلى الجوهر المشكلة الأساسية وطبيعتها، إعادة تصحيح العلاقة مع التحالف العربي باتجاه استكمال أهداف المعركة الحقيقية بين اليمنيين ومشروع الانقلاب الموجود في صنعاء. طيب. إذن ما بعد الانتصار، هنا السؤال الكبير الذي يطرح نفسه، ما بعد انتصارات شبوة؟ هنا يفترض على الدولة أنها تملأ الفراغ، لا تترك هذه الفراغات موجودة، تملأها بحضور مؤسسات الدولة، لابد أن تؤدي وظيفتها الدستورية والقانونية التي تتطلع إليها الناس، تتلمس هموم الناس واحتياجاتهم. ايضا لابد من استيعاب هذه ابناءنا داخل مؤسسه الجيش والامن، اولئك الذين تركوا السلاح، اما المتمردين الذين ما زالوا يدعون ان لديهم القدره على اعاده مشروع الفوضى فهذا اللي يعتبرون خصم للدوله، كانوا في شبوه او خارج اطار محافظه شبوه. الناس سئمت الحروب وسئمت الفوضى، الناس تبحث عن دوله، تبحث عن مؤسسات، الناس تريد ان تستعيد جزء كبير من حقوقها، جزء كبير من كرامتها وقيمتها داخل منطقتها. اليوم تمت استعادة ميناء بلحاف الاستراتيجي لما يمثل من مشروع تصدير الغاز المسال، وهو المشروع المعطل منذ الانقلاب ميليشيات الحوثي، وايضا من خلال جعلها قاعدة عسكرية داعمة أساسية لمشروع الفوضى خلال الفترة الماضية. اليوم يفترض ان البدء في عملية إعادة تصدير الغاز المسال، إعادة تصدير النفط وإنتاج النفط داخل المناطق المنتجة للنفط في محافظة شبوة بكميات تسهم أيضا في إحداث عجلة تنمية حقيقية داخل المحافظة. لا نتعامل مع محافظة شبوة على أساس أنها حققت النصر ثم ندير الظهر لها، لأن هذا سيؤدي إلى خلق حالة من المعاناة ويؤدي إلى انكسار نفسيات الناس. إذا اليوم الدولة مطالبة بأنها تحقق شيء ملموس على الأرض في الجانب الأمني، في جانب الخدمات بشكل عام، إضافة إلى أننا لابد من استكمال المعركة الحقيقية. على الدولة الآن ألا تخوض في القضايا السياسية المحلية، لأن هذه سيتم حلها في إطار المظلة اليمنية متى ما استعدنا الدولة اليمنية على كامل التراب اليمني. نعم سيد شفيع، اليوم لابد من التركيز على الجانب الخدمي المباشر بحياة الناس. تمام، اتفقت مع ضيفي السابق على القول أن المعارك حسمت بشكل كلي لصالح القوات الحكومية، هل بذلك نقول أن الحكومة ستعود إلى حضن الوطن أو إلى الوطن من شبوة؟ يفترض اليوم أن المعركة لا تتوقف عند حدود محافظة شبوة، بل لابد أن تمتد إلى محافظة أبيان وتمتد أيضا إلى محافظة عدن، باعتبار عدن هي العاصمة المؤقتة للجمهورية اليمنية. لابد من استعادة الدولة ولابد من حضور الدولة، حضورها بشخوصها وحضورها بأفعالها، حضورها بوظيفتها الأساسية، وهذا المهم اللي هو حضور الوظيفة، وحضور الوظيفة لن يتأتى إلا بحضور الشخوص ممثلي الدولة داخل هذه المناطق. إذن اليوم بات علينا أن نتواجد داخل هذه المناطق لإدارتها بما يحقق تطلعات وأمال الناس. ما الذي تعنيه بإعادة مناطق الدولة، يعني بإعادة التحرير أو مواصلة التحرير؟ أقصد لدينا مناطق تم الانقلاب فيها على الدولة في عدن، بالانقلاب الذي عمل المجلس الانتقالي الإماراتي وما تلاه من انقلاب داخل أبيان على مؤسسة الدولة. إذا لا يتوقف الانتصار عند محافظة شبوة. نعم، طيب بعد تحرك التحالف وإصدار بيان يحث على الحوار وعدم التصعيد، باعتقادك هل يمكن استكمال تسوية الأوضاع بالسلم بعد أن بدأت بالحرب؟ هذا ما قدمه التحالف، بيان مشترك بين الإمارات والسعودية. قناعتي الشخصية أي حوار مع هذه الفئة وهي ما زالت تتكئ على السلاح وتحتفظ بأدوات القوة سنكرر نفس الخطأ الذي ارتكبناه مع ميليشيات الحوثي عندما أشركناه في مؤتمر الحوار الوطني، أشركتها القوى السياسية اليمنية في مؤتمر الحوار الوطني وهي ما زالت تتكئ على السلاح ثم تمددت وانقلبت على الدولة. أي حوار مع أي قوة تمتلك السلاح أو تعتمد على القوة المحضة يفترض أن لا يتم التعامل معها إلا كقوة مناهضة للدولة. علينا فيما يتعلق بالحوار
وانا من وجهه نظري الشخصيه ان اي حوار في المرحله القادمه لابد ان يتم الحوار بين القوى السياسيه، واي قوه تتعامل مع يعني تعتمد على القوه يتم اخراجها من دائره هذا الحوار، ثم لابد من الحوار ان يكون وفق معايير سياسيه حقيقيه لاولئك المؤمنون بالادوات السياسيه. لا، اما اولئك الذين عملوا على تجريف عدن وتجريف محافظات الجنوب من الادوات السياسيه وتشويه الملعب السياسي وتحويله الى ملعب عنف متكئ على القوه وعلى السلاح، فاعتقد ان هؤلاء سيؤدون الى اي حوار معهم سيؤدي الى ذات المخرجات وذات النتائج. وضحت الفكرة. أعود إلى ضيفي من محافظة شبوة سيد محسن الحاج. لو تسمعني سيد محسن، أنت قلت قبل قليل أو تحدثت عن السلام وجبر الضرر ودعوة للسلام، هل يعني أنكم ستتركون السلاح جانبا وتمدون يدكم للسلام؟ نحن نتكلم عن دولة وعن سلطة، بالمقابل أيضا هناك جماعات خارجة عن إطار السلطة وعن إطار القانون. الدولة بموجب أبجديات الدول أن تملك السلاح، أن تملك القانون، أن تملك المال، أن تملك كل شيء. لكن لا يجوز للجماعات المتفلتة أن تملك السلاح. الدولة من حقها أن تملك السلاح، لكن الجماعات لا، ليس من حقها أن تملك السلاح. وحينما نتكلم عن جبر الضرر نتكلم عن إخواننا من المغرر بهم في 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 في, في, في النخبة الذين ألقوا إلى هذه الطريق المهلكة، ثم تركوا يصارعون أو يواجهون مصيرهم. نعم، أشكر. الأخ المحافظ صرح ومرارا وتكرارا وقال إننا سنستوعب إخواننا في في في, في من الشباب من قوات النخبة. نحن نعرف أن هؤلاء الشباب ليس لهم عداء مع الدولة، هؤلاء الشباب ما دفعهم لهذا العمل هي الحاجة والفقر والوضع الذي يعيشه البلد، والذي من دفعهم لأن ينضموا إلى هذه الجيوش خارج إطار الدولة من أجل أن يحصلوا على مرتبات. فالأخ المحافظ طرق هذا الباب مع رئيس الحكومة أن يجبر الضرر ويبقى الشباب الذين كانوا في النخبة في أماكنهم وفي مواقعهم شريطة أن يكونوا ضمن إطار الدولة وفي قانون الدولة وتحت مسؤولية وزارة الدفاع والداخلية. هذا أمر ليس فيه ضير. نحن سنستوعب إخواننا، هم إخواننا وأحباؤنا ونحن أبناء محافظة واحدة. لا يمكن أن نكون وأن نعتبر هؤلاء أعداء، لا بالعكس، هم إخواننا ولا بد أن نجبر الضرر. مثل ما قلت لك، ما دفعهم هو ليس عداء الدولة، إنما ما دفعهم هو هي الحاجة. ومسألة من يتمرد على الدولة لابد أن تحاسب الدولة، ولا بد أن تتخذ ضد إجراءات من الدولة ومن التحالف العربي الذي يقود عملية عاصفة الحزب ثم إعادة الأمل لإعادة الشرعية في اليمن. فمن يقوم أو من يمتلك السلاح خارج إطار الدولة وينشئ جماعات خارج إطار الدولة ثم ينقلب على مؤسسات الدولة، هذا يعتبر معرقل ويعني معرقل للشرعية ومقوض لسلطة الدولة الشرعية، ولا بد أن يحاسب وأن يعاقب على 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 سوء أفعاله هذا. نعم. نعم، مستشار محافظ شبوة محسن الحاج، كنت معنا من شبوة، أشكرك جزيل الشكر. أعود لضيفي من القاهرة وكيل وزارة الشباب والرياضة سيد شفيع. لو تسمعني، هل باعتقادك أن سيتوقف الانتقالي أم أنه سيعود لحشد المقاتلين، وأنه من المبكر الحديث أو الكلام عن الحكم على هزيمة الطرف المدعوم إماراتيا؟ في تقديري الشخصي ان معركه شبوه اعطت بعد اخر باتجاه الجنوب، واظهرت زيف الادعاء بالتفويض المطلق، التفويض الشعبي لهذا المكون او ذاك. اليوم الجنوب ليس لونا واحد، ولم يعد لونا واحد، ولن يكون لونا واحد في اطار التنوع والتعدد السياسي. هناك اكثر من لون سياسي واكثر من طرف يحمل القضيه الجنوبيه، ولا يمكن لهذه القضيه ان يحتكيها اي طرف. المجلس الانتقالي إذا ما أراد أن يتحول إلى مكون سياسي عليه أن يتخلى عن أدوات القوة وعلى الاتكاء على الخارج. وحكاية احتكار القضية الجنوبية التي أرسلت شبوة رسائل
قوية بهذا الاتجاه أن لا يستطيع هذا المكون أو ذاك أن يحتكر القضية الجنوبية. محاولات الدعوة إلى الاعتماد على العنف بالتأكيد هي لن تتوقف هنا أو هناك، ولن تتوقف بانتصار شبوة. لابد الوصول إلى عدن. متى ما انتصرت الدولة داخل عدن ومكنت نفسها من الحضور الإيجابي وكسبت الناس من خلال توفير احتياجاتهم الأساسية والذهاب إلى حلحلة كل القضايا العالقة، عمليات البسط على الأراضي الموجودة داخل عدن، السجون السرية الموجودة، كل هذه أشياء تؤرغ الناس، تؤلم الناس في 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 في, في ضمير حياتهم اليومية. إذا لا بد اليوم للدولة أنها تحضر بشكل يجعل الناس يعيدوا الأمل في هذه الدولة. يعني كانت حالة انكسار كبيرة جدا بعد انقلاب عدن في كل المعولين على مشروع الدولة، لكن شبه فطاعت اليوم بوقوف الشرفاء كلهم ان تعيد الأمل للجميع. إذا علينا اليوم ان ننتصر لهذا الذي حضر داخل شبوة وان ينعكس ايجابا على كل المحافظات المحررة ويكون قاعدة صلبة باتجاه تحرير ما تبقى من مناطق تخضع لسيطرة ميليشيات الحوثي التي تدعم او التي تمول تمويلا كبير جدا من 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 ايران. إذا اليوم التفكير الايجابي والتفكير الذي لابد ان يسيطر على كل القوى ومراكز القوى داخل الشرعيه، وليس داخل الشرعيه فقط ايضا وانما داخل القوى السياسيه والمجتمع المدني بشكل عام، ان لابد من دعم اتجاه حضور الدوله التي تمثل الحل للجميع. كما ان لابد من ايجاد اليه مناسبه لاعاده تصحيح العلاقه مع التحالف العربي، لان متى ما توقف التمويل، متى ما توقف الدعم لهذه الميليشيات الخارجه عن اطار مؤسسه الدوله مؤسسة الدولة بشكل عام، بالتأكيد هذه الظاهرة ستتلاشى، ستختفي، سيتم التشجيع إلى العودة إلى الملعب السياسي وتصحيح الملعب السياسي. لكن متى ما ظلت الأمور كل طرف داخل التحالف العربي يدعم فصيل معين لتقوية نفسه وخدمة أهدافه، سنجد اليمن يتمزق ولن نجد أنفسنا إلا في سيناريو مشابه لما هو موجود في ليبيا. وأتمنى أن لا نصل إلى هذه المرحلة متى ما تدارك العقلاء داخل الشرعية وداخل القوى السياسية وحتى داخل الانتقال. هناك ما زال مجموعة من العقلاء مواقفهم كانت إيجابية، لم ينجروا في هذه الفتنة، صحيح أنهم أثروا الصمت لكنهم بالمقابل لم يكن لهم أي دور إيجابي في تحريك أدوات العنف وتحريك الفوضى داخل هذه المناطق. إذا ما زلنا نعول على العقلاء داخل الشرعية وخارج إطار الشرعية بأن لابد من الاتجاه نحو تصحيح العلاقة مع التحالف العربي والإسهام الحقيقي في حضور الدولة داخل هذه المناطق. أشكرك جزيل الشكر وكيل وزارة الشباب والرياضة شفيع العابد. ينضم إلينا أيضا من لندن المحلل السياسي دكتور محمد جميح. دكتور محمد مساء الخير. أهلا وسهلا. دكتور محمد، كيف تقرأ واقع الزيارة الحكومية إلى شبوة في هذا التوقيت الذي تزامن مع تقدم كبير للجيش والسيطرة على أهم الموانئ في المحافظة؟ طبعا هي أرادت الحكومة وأرادت المملكة العربية السعودية تحديدا في التحالف أن تقول بأن الأمور في شبوة عادت إلى وضعها الطبيعي، حيث الدولة موجودة ورئيس الوزراء موجود والسلطة المحلية تمارس عملها هناك. هذه في تصوري هي الرسالة التي أريد لها أن تحضر، وربما أيضا هناك رسائل أخرى توجه إلى أن الدولة أيضا ربما تحضر في عبيان وتحضر في عدن، ويعني في عدن تحديدا ربما بجهد سياسي، والوهد الانتقالي يبدو انه لا يزال هناك من اجل معالجه مثل هذه الامور. لكن انا اتصور ان معركه شبوه الاخيره ينبغي ان نخرج منها نحن جميعا بدروس. الدرس الاول للشرعيه هو انها عندما تحسم امرها وعندما تتحرك فإن الالتفاف الشعبية حولها يكون غير مسبوق، وأنها المواطن اليمني يريد أن يرى المسؤولين في مواقع عملهم في الداخل اليمني ويمارسون العمل لأنهم واجهة الدولة. وكذلك بالنسبة للجيش اليمني، جيش متماسك وقوي إذا ما أعطي الغطاء السياسي اللازم، لأنه عندما تحرك في شبوة تحرك بقوة نظرا لوجود الدعم السياسي والدعم العسكري والإمدادي فتحققت الأهداف. إذا الأمور يمكن أن نأخذ من معركة شبوة دروسا أيضا فيما يخص إعادة توجيه البوصلة نحو الشمال، فيما يخص معارك الشمال، فيما يخص المعارك المتوقفة منذ سنوات في نهم وفي تعز وأخيرا في الحديدة، أن هذا الجيش إذا ما أتيح له الغطاء السياسي المناسب والدعم اللازم فإنه سوف يتحرك وبالتالي يتخلص من الانقلاب في صنعاء. من الدروس أيضا ضرورة أن يكون هناك تنسيق بين القطبين الأساسيين في التحالف العربي، المملكة العربية السعودية والإمارات،
لأنه ظهر خلال الفترة الماضية أن عدم وجود هذا التنسيق هو الذي أدى إلى ما وصلنا إليه من توتر الأوضاع طيب. وتأزمها في عدن، وبالتالي ربما بيان اليوم الذي أصدره التحالف يرد على سؤالك. هذا البيان يدعو فيه للانخراط في حوار جدة، يدعو الأطراف في اليمن. كيف يفهم هالبيان السعودي الإماراتي؟ لماذا تسمح السعودية بداية بتصعيد الأوضاع إلى حد معين ثم يأتي بيان الإيقاف؟ نحن علينا أن نسأل أولا، هل سمحت السعودية بهذا التصعيد؟ ويعني هل السعودية ضارعة في هذا الأمر؟ أنا لا أعتقد أن السعودية سمحت أو أنه من مصلحتها أن تسمح أو أن تكون ضالعة في التصعيد في عدن. كل ما في الأمر أنه نوع من الإهمال من طرفنا نحن في اليمن، من طرف الحكومة الشرعية والشريعة بشكل عام التي لم تعد إلى عدن والتي أهملت المناطق المحررة اقتصاديا وسياسيا وأمنيا وعسكريا وخدماتيا، كل ذلك كان مهملا وهذا تتحمله الشرعية. التحالف كذلك يعني يبدو أن التباين في الرؤى بين القطبين الأساسيين في التحالف وصل إلى مرحلة من التوتر رأيناها واضحة على المستوى الإعلامي، اختلاف وسائل الإعلام للطرفين، وكذلك على مستوى الخطاب غير الرسمي على وسائل التواصل الاجتماعي. لكن أنا أعتقد أن بيان التحالف اليوم هو أعاد الأمور إلى نصابها، وهكذا ينبغي أن يكون التحالف متحد الأهداف على الهدف الأول. الهدف الأول هو إعادة الشرعية لليمن. لم يأتي التحالف لتقسيم اليمن، ولم يأتي التحالف لتحقيق أجندة خاصة لهذا الطرف أو ذاك في التحالف العربي. الأهداف كانت معلنة، ونحن عندما نتكلم عن دور التحالف فإننا ينبغي أن نقيس ما حققه التحالف بالنسبة إلى الهدف الرسمي المعلن. طيب، ولأن الوقت يداهمنا دكتور محمد، باعتقادك هل يمكن استكمال تسوية الأوضاع بالسلم بعد أن بدأت بالحرب وظهور مشروع تقسيم البلاد الذي ترعاه أطراف تدعمها الإمارات كما هو ظاهر؟ أنا أعتقد أن هذه الأطراف المدعومة التي تنادي بانفصال اليمن هي أطراف مراهقة صراحة، لأنها ليس لديها مشروع لحكم المناطق التي يمكن أن تنفصل. هذا أولا. ثانيا، أنها أطراف يمكن أن تستخدم لمناكفة الشرعية ولمناكفة الإصلاح داخل الشرعية ولمناكفة هذا الطرف أو ذا، لكنه في الأخير يمكن أن تجد نفسها وقد استغني عن أدوارها وذهب إلى أطراف أخرى ربما تتوجه أو يتوجه الثقل العسكري والأمن والسياسي إليها. وبالتالي لا، هذه الأطراف لا ينبغي أن تراهن على تقسيم اليمن، لأن هذا موضوع معقد وصعب ويحتاج إلى موافقة من الحكومة الرسمية وموافقة من البرلمان الرسمي لإعطاء حق تقرير أي منطقة تريد الانفصال، ناهيك عن الموافقات الدولية. وحدة اليمن مادة أساسية في ميثاق جامعة الدول العربية والأمم المتحدة والمنظمات الدولية المختلفة، وهي مادة أساسية في ميثاق في القانون اليمني. وبالتالي لا داعي للأحلام البعيدة. على المجلس الانتقالي أن يكون واقعيا، وواقعيته تتجسد بأن يقبل بحوار مع الحكومة للدخول فيها على أساس سياسي، وعلى أساس أن تحتكر الدولة التي يشارك فيها المجلس الانتقالي وسائل السلطة ووسائل القوة وحدها ووسائل العنف وحدها والسلاح وحدها، ثم يشارك المجلس الانتقالي في الحكومة بما يمكن أن يكون حسب الاتفاق فيما بينه وبين الحكومة من حقائب وزارية تمنح له. أما غير ذلك فأنا أعتقد أنه مثل ما جنى على نفسه بشبوة فإنه يمكن أن يجني على نفسه إذا ما رفع السقف وهدم المعبد على من فيه. شكرا جزيلا لك دكتور محمد جميح المحلل السياسي من لندن. مشاهدينا، الحلقة انتهت. شكرا لحسن متابعتكم، هذه تحياتي وتحيات معد الحلقة محمد عبد المغني وكافة الطاقم. إلى اللقاء.